السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عن افتتاح شركة لتشغيل الشباب برأس مال 7 مليارات جنيه، وبحضور الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس خالد عبد العزيز ووزير المالية ووزيرة القوى العاملة. احنا طبعا دائما بنقول فرصة العمالة في الحكومة، وده انا بعتبرها بطلة مقنعة. تاني حاجة ان الدولة بدأت بالفعل، الأستاذ رئيس الجمهورية من ضمن برنامجه هو مشروع تشغيل الشباب، احد برامج مهمة جدا، يعني في مشروع قناة السويس، مشروع تشغيل الشباب، مشروع ال 4 مليون فدان اللي هيبتدي بمليون فدان، كل المشاريع دي مشاريع تنموية موجودة، ودي كلها بتكمل بعضها. وهي شركة مصرية حكومية تابعة لمجلس الوزراء، تعمل على تشغيل الشباب عن طريق دعمهم لمشروعاتهم الخاصة الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض معدومة الفائدة لهؤلاء الشباب. احنا مستهدفين الحقيقة يعني خلق وتوليد فرص عمل حقيقية ومنتجة، وأنا بأكد على كلمة حقيقية ومنتجة، للشباب ما تقلش عن 500,000 فرصة عمل بإذن الله خلال الثلاث إلى أربع سنوات الأولى من عمر الشركة. المرأة المفروض أن هي هتبقى مستفيد أساسي، لأن احنا لو بصينا على البطالة عندنا المعدلات الرسمية بتكلم على أكثر من 13% معدل بطالة، لكن لو بصينا على شريحة الشباب اللي هي الفئة العمرية يمكن من 20 ل 24 سنة مثلا، بنلاقي معدل بطالة فوق 30%. لكن لما تبص على الإناث بقى اللي في فوق اللي في الفئة العمرية دي من 20 ل 24، هتلاقي معدل البطالة الرسمي بينهم اكثر من 50%. اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالب الحكومة بزيادة رأس مال الشركة الى 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر من تأسيس تلك الشركة. كل هذا يؤكد على الاهتمام بشباب مصر، فهم رجال المستقبل، كما يؤكد على أن مصر تسير نحو الطريق الصحيح وبخطى ثابتة. بحضراتكم مره ثانيه، واولى لقاءاتنا على الهواء النهارده واللي بنتكلم فيها عن اهم حاجه محتاجينها مصر في الايام دي. اهم حاجه هو ان احنا نجد قدره على استغلال طاقات ولادنا. دايما بنتكلم عن ان غنى مصر الحقيقي مش غنى في الموارد، ولكنه غنى في القوه البشريه. القوه دي لما بتطلع بره بتثبت نفسها وبتثبت وجودها، لكن هي محتاجه فقط ايجاد الفرص داخليه. وعلشان كده اهتم رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس الوزراء بايجاد مشاريع علشان نستغل طاقات شبابنا في المشاريع دي. ومن اهم الانجازات اللي تم اطلاقها الايام اللي فاتت مبادره شركه ايادي، ودي مبادره لعمل عدد من المشروعات الصغيره ومترهات الصغر والمتوسطه اللي ممكن تناسب شبابنا، وتم اطلاقها براس مال يفترض انه حوالي 10 مليار، 20% منه تقريبا حكومي و80% بمشاركه القطاع الخاص، علشان نشغل حوالي 500,000 شاب خلال السنوات اللي جايه. ازاي هيتم تشغيل الشباب وايه المشروعات اللي هتتضمنهم او تقدر تعبر عنهم وهم كمان يقدروا يخدموا مصر من خلالها؟ ده اللي هنعرفه من خلال استضافتنا النهارده الاستاذ عاصم رجب، احد مؤسسي مبادره شركه ايادي، وكمان هو رئيس الاسبق لهيئه الاستثمار. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا عاصم بيه، وصباح الخير على حضرتك. يعني من الاخبار الحلوه اللي بنسمعها انه يكون في شراكه حقيقيه ما بين الدوله وما بين القطاع الخاص، ويديرها القطاع الخاص، انه في فكر مختلف شويه. فضلك اشرح لنا ايه فكره شركه ايادي ومين صاحب الفكره دي. هو الحقيقه يعني مش هنقول صاحب الفكره، هي يمكن دي مثلت الحقيقه التكامل الكبير ما بين كل اجهزه الدوله، يمكن مجموعه كبيره من الوزراء والحكومه بالكامل، طبعا الدكتور اشرف العربي، دكتور اللواء عادل لبيب، وطبعا معي رئيس الوزراء، كلهم كانوا مهتمين من اول يوم بالمبادره، وحصل تكامل حقيقي محترم جدا ما بين القطاع الخاص وما بين الحكومه في تاسيس شركه هدفها تنميه محافظات مصر
وبالتالي طبعا هتخلق فرص عمل على مستوى محافظات مصر بالكامل. ويمكن احنا هنبدا بالمحافظات الاقل حظا، الاولى بالرعايه والاقل حظا، يعني مش عاوزين نحمق التركيز على القاهره كما هو العاده، نعم. عاوزين نطلع بفكر مختلف ان يبقى فيه مشروعات اقتصاديه هادفه للربح هتستوعب يعني الشباب وهتستوعب جزء كبير من البطاله اللي موجوده وعلى الاخص اللي موجوده في محافظات مصر بالكامل باهداف وفلسفه استثماريه وحوكمه من اول يوم بتضمن ان المشروعات اللي هتساهم فيها الشركه او هتستثمر فيها الشركه هتبقى مشروعات لا مقدرات نجاح من اول يوم وان شاء الله شغاله ومنتجه وهتستوعب شباب وفي نفس الوقت هتستفيد من الثروات والطاقات اللي موجوده في مصر، موارد طبيعيه، طاقات بشريه، موارد يمكن واصول، يعني يمكن كمل الاصول اللي موجوده عند المؤسسات العامه اصول ضخمه جدا اننا مش عارفين نستفيد بيها. هتستثمر كمان النقص والافتقار في بعض الخدمات في المحافظات، يعني مثلا على سبيل ابسط مثال بنقول والله اداره المخلفات اللي موجوده في المحافظات دول العالم كلها بتحول منها الى كنز وتبقى ليها مردود اقتصادي عالي جدا، احنا عارفين المشكله فاحنا عاوزين ده مثلا من المشروعات، تدوير المخلفات الزراعيه، تدوير المخلفات الصلبه، تدوير مخلفات المباني اللي موجوده عندنا اللي احنا بنعاني منها كلنا، ازاي نحولها لمشروعات هادفه للربح اقتصاديه هتستوعب شباب وعماله جيده وفي نفس الوقت هيبقى ليها مردود اقتصادي على مستوى المجتمع المحلي وفي نفس الوقت على مستوى الاقتصاد بصفه عامه. يعني عايزين نعرف الفروق الاساسيه بين هذه النوعيه من المشروعات وما مثلا المشروعات اللي كان بيقدمها صندوق اللي بيتعامل مع الشباب ويقدم لهم قروض، لان يعني في النهايه الصندوق كان بيقول دايما احنا عندنا مشروعات وعاملين لها دراسات جدوى وجاهزه وضمن لها النجاح بس الشباب يتقدم، فايه الفروق الاساسيه؟ هل الفروق الاساسيه اللي بيتم تمويل من القطاع الخاص وليس من الصندوق فقط ولا في فروق اخرى جوهريه؟ طيب ده سؤال مهم قوي الحقيقه. احنا المنظومه بتاعتنا اول حاجه لازم تبقى مبنيه على نظام مؤسسي من اول يوم، احنا مش هنتعامل مع شاب وحيد، احنا عاوزين ناخد افكار الشباب او المبادرات اللي هتيجي من الشباب هناخدها بطريقه مؤسسيه، يعني لو مثلا على سبيل المثال بنقول ان في شاب عنده فكره جيده جدا هنقول له طبعا ممتازه، هنحاول نتبنى هذه الفكره، عندنا هيبقى في حاضنات للافكار اللي موجوده بالتعاون مثلا مع بعض الجهات البحثيه، بالتعاون مع وزاره البحث العلمي، بالتعاون مع وزاره الاتصالات، هيبقى في حاضنات هتؤسس او في حاضنات قائمه، هناخد مخرجات هذه الحاضنات او هنوجه الشباب لهذه الحاضنات حتى يعني خروج المشروع او الفكره الى نموذج، واحنا هناخد النموذج ده نطبقه على مستوى اقتصادي وتجاري، فده مثال للمشروعات. احنا كمان على التوازي هنشتغل بطريقه ثانيه، احنا عاوزين من اول يوم او يبقى في نجاح سريع، احنا مش عاوزين نقعد نتكلم كتير، عاوزين من اول يوم يبقى في نجاح سريع في خلال سنه، يبقى في فعلا استيعاب لمجموعات من الشباب على مستوى المحافظات، فهيبقى في عندنا مجموعه، احنا حاليا بقالنا شهور بندرس مجموعه من المشروعات تكراريه، يعني مشروع هيدرس مركزيا وهيتم تطبيقه في محافظات كتير زي مثلا مناطق لوجستيه، زي تجمعات صناعيه في كذا محافظه مبنيه على المهارات اللي موجوده في محافظه، مبنيه على الموارد الطبيعيه اللي موجوده في المحافظه، فهنشتغل على التوازي مع الحاضنات اللي هتحتضن الحقيقه مجموعات كثيره من الافكار الخاصه بالشباب. اللي عاوز اقوله احنا لا نمول، احنا لا نقرض ولا نقرض ولا نساهم حتى مع افراد، احنا بنساهم مع تجمعات لشباب، تجمعات لمهارات موجوده عندنا، يعني هناخد مثلا هنروح مش هنمول مثلا شاب او اسره عندها نول وبتشتغل فيه بتطلع مثلا سجاد، احنا هنقول لهم والله يا جماعه بدل ما هنشتغل معاكم ولا قدر الله لو احنا مولناكم واحنا لا نمول، لو ساهمنا معاكم بحصه هيحصل ايه؟ حصل لهم اي عذر ما ساعات بنقول والله بنقولها حتى على سبيل الهزار بس ده حقيقه، يعني الراجل عاوز يجوز بنته حصل له مشكله صحيه بيحصل ايه؟ كل الكيان اللي عمله ده بيضيع في لحظه، فهو قدرته على الاستمرار هتبقى محدوده، فاحنا بنقول له انت بقى و100 زيك تعالوا نعمل معاكم شركه، انت محتاج ايه؟ انت محتاج دعم مؤسسي، محتاج تدريب، محتاج راس مال احنا معانا، محتاج تدريب وتاهيل احنا معانا، تسويق، محتاج تسويق احنا جاهزين، ومش بس كده ده احنا هنامن له الشركات الكبيره اللي هتشتري منتجه مسبقا وهتدي له الارشاد والدعامه، لو لا قدر الله الراجل ده تعثر ففي 99 اخرين معاه في الكيان مؤسسي، مش هيبقى شركه مساهمه، لو لا قدر الله حصل له مشكله فالكيان قائم
وهو لحد ما يخرج وهيتحول الى برضه هيرجع تاني يدخل في الحقيقه. عاصم بيه، مسؤوليه الدوله في التسويق تحديدا، ودي مسؤوليه مفترض ان هي مهمه جدا، لانه زي ما بنشوف بلاد كبيره جدا، وحضرتك طبعا كنت رئيس هيئه الاستثمار، كنت بتتابع وبتحضر مؤتمرات وبتحضر مع رجال اعمال كتير، كان انه على سبيل المثال الصين هي كانت الحكومه الصينيه كانت المسؤول الاول عن التسويق عن هذه المنتجات يعني. لكن انا هرجع لموضوعنا، في شباب كتير جدا وموجود فرص عمل في مصانع كتيره جدا خاصه كمان بهيئه الاستثمار، وما بيرضاش يروح يشتغل، ربما الاماكن اللي بيشتغل فيها، ربما الراتب اللي بياخده. هل فكرتوا في الجزئيه دي، عامل الجذب لهؤلاء الشباب هل فكرتوا فيه؟ شوف، هو يعني احنا في طريقتين للعمل، في طريقه ان هو الشاب يبقى طالب للعمل، يبقى عامل في مشروع او في شركه، وفي كمان شاب عنده طموح يبقى رائد عمل. فاحنا عاوزين نتعامل مع الملفين الحقيقه، ما ينفعش تشتغل في ناس، يعني ربنا خلقنا متفاوتين في الفكر وفي الثقافه وفي الاهداف وفي الطموحات، صح؟ فاحنا لازم يبقى نتعامل مع اتجاهين، احنا هيبقى عندنا فرص عمل في شركات مؤسسيه كبيره هتتناول مشروعات خدميه وانتاجيه، دي هتمتص الشباب اللي عاوز مجرد ان هو بيسموها يتوظف. بس احنا مش بيتوظف في شركات حكوميه، احنا هيبقى كل الكيانات والمشروعات اللي هنساهم فيها هتبقى مشروعات خاصه، الشركه الام شركه ايادي المركزيه للاستثمار هتبقى هتساهم في تاسيس كل مشروع مش لوحدها، هندخل معانا في كل مشروع شركات خاصه من اهل الصناعه، يعني مثلا هنشتغل في كل مشروع من دول هندخل بحصه لن تزيد عن 40% او 60 الى 70% هتدخل معانا او بشراكه من القطاع الخاص المتخصص، عشان عاوزين نضمن ان مقدرات نجاح كل المشروعات دي مستمره ومستدامه، عشان المشروع ما يوقفش. احنا مش عندناش قدره اداريه، ولا عمرك هتدعي ان انت تفهم في كل حاجه، انما لازم اهل الصنعه يدخل معاك في المشروعات اللي هتخلق فرص عمل وفي نفس الوقت هتعمل فرق في الاقتصاد بتاع المجتمع المحلي. ده في زاويه. الزاويه الاخرى بقى، الشاب اللي عاوز يبقى عنده رياده اعمال وعنده افكار ومبتكرات، طاقة الإبداع، احنا بنسميها طاقة الإبداع عند الشباب، حتى بتحتويها ازاي؟ احنا عاوزين دايما، برجع اقول احنا عاوزين ازاي نتكامل مع الموارد الموجودة في الدولة، مؤسسات الدولة، الـ 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 الخدمات والدعم اللي بنديه، مثلا على سبيل المثال وزارة البحث العلمي، وزارة الاتصالات وخلافه، عندهم مبادرات كتير قوي لاحتضان مبادرات الشباب، في جمعيات أهلية عندها كم كبير من المبادرات، بنك الأفكار، فكرتي، مبدعين الشباب وخلافه. لكن الشباب دول لو عندهم أفكار وعاوزين هم يبقوا رواد في الأعمال، هو ده بقى، يعني يتوجهوا لمين؟ يعني برضو شركة أيادي دي دلوقتي هتبقى يعني كيان كبير، كيان أم وتحته حاجات كتيرة قوي، يعني حاجة متاهة شوية يا فندم. فأنا لو عندي دلوقتي أنا عايز أعمل فكرة وعامل لها دراسة جدوى، أو عندي فكرة جاهزة من بنك الأفكار خدتها وتبنيتها وعايز أعملها، مين هيمول ده يعني مباشرة؟ لأن في ناس حضرتك بتقول مش بنمول، إذا إزاي هيبقى رائد أعمال؟ هل هيمتلك سهم في شركة؟ صحيح. أولاً إحنا هيبقى إحنا في الـ 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 الموقع الإلكتروني إن شاء الله هيطلق قريباً في خلال أيام بإذن الله. الموقع ده هيتيح لأي شاب عنده فكرة معينة أو هنقول إيه مبادرة معينة، هيوجهه إزاي يتعامل معانا. أول حاجة هيبقى إزاي بالحقيقة بيضع المشروع بتاعه أو فكرته أو الدراسة اللي عاملها في عندنا، وهيبقى في عندنا فريق اللي هو هيتولى التقييم الأولي للأفكار دي كلها. طب هنوجهه إيه الخطوات اللي بعد كده؟ إحنا هنحاول ناخده من فكرة إلى نموذج بيسموها بروتوتايب أو نموذج الأول. من خلال ايه؟ احنا ما نقدرش ان احنا نساهم معاه في الحته دي، احنا عاوزين الاول نتاكد ان الفكره بتاعته فنيا واكاديميا وصالحه لان بقى مشروع. هنقول دايما الافكار على قارعه الطريق، انما المشروعات اللي قابله للتنفيذ هو ده اللي احنا عاوزين نشتغل معاه. وهنشتغل معاه ازاي؟ هقول له طيب تعالى هات لنا فكرتك واحنا هنتولاه، هنحتضنه وهنوصله بالجهات اللي هتاخده من مجرد صفحه كاتبها او مشروع او دراسه اوليه حتى التنفيذ النموذجي للفكره بتاعته. واحنا في عندنا بنعمل عندنا بروتوكولات الحقيقه مع عديد من الجهات سواء الخاصه او العامه او حتى مؤسسات المجتمع المدني اللي عندها استعداد ان هي ترعى الشباب من النوعيات دي. واول ما فكرته تتحول الى فكره مجربه ومش بقى مش تجاريه، انا بتكلم حتى نموذجيه، احنا بناخدها بقى وبناخده ونعمل معاه شركه، هو بيبقى مساهم في الشركه وبنأسس بنيده كل الدعم بقى الفني والتدريبي والتسويقي زي ما حضرتك تفضلت، بحيث يبقى هو بقى خلاص الشركه دي لها مقدرات نجاح وتقدر تكبر بس بطريقه مؤسسيه، تبقى شركه مساهمه او شركه ذات مسؤوليه محدوده او شركه اموال عشان
لازم تساهم في الدخل القومي. احنا عاوزين نشد الاقتصاد الغير رسمي نشده الاقتصاد الرسمي، مش عاوزين نشتغل على مستوى افراد، عاوزين نشتغل على مستوى مؤسسات، والمؤسسات دي تكبر وتعين ناس وكل المنظومه تكبر. الدوله هنا دورها ايه مع حضراتكم؟ الدوله هنا داعمه، هي داخله طبعا براس مال معانا، وده كان الفكر، وده فكره المشاركه ما بين الدوله والقطاع الخاص اللي هو اهل الصنعه واهل الخبره. بس الفكره كلها انه الدوله ليها دور فقط ابعد من دور راس المال. هي ليه الدوله داخله معانا الحقيقه؟ وكان ده كان هدفنا من البدايه، انه في موارد كتير عند الدوله غير مستغله، احنا عاوزين نستفيد بيها، اراضي، اصول، جهات يعني استشاريه، مؤسسات بحثيه وخلافه، عاوزين نستفيد بيها. تراخيص، التراخيص اللي دايما مشكله بتصادف اي مشروع سواء لشاب او لشركات كبيره حتى، احنا عاوزين نستفيد بيها، سواء تراخيص المستوى الجهات المركزيه، سواء التراخيص اللي موجوده في المحليات. وجود الدوله معانا فهو لهم مصلحه مباشره في اول حاجه تحقيق الاهداف التنمويه والاجتماعيه، وفي نفس الوقت عندهم مصلحه انه هيبقى ليهم مردود اقتصادي ليهم، وفي نفس الوقت هيبقى مصلحه ان هو يحتوي ويمتص الشباب اللي مش لاقي فرص عمل جيده. فده دور الدوله هنا مهم، هو داعم محفز وليس مزاحم، وبنقولها وبنكررها دايما، الدوله هدفها من دخولها ان هي ليست لمزاحمه القطاع الخاص، لا، هدفها ان هي لدعم وتحفيز المشروعات اللي هتؤسس ان شاء الله. طبعا بنقول ان شبابنا منتشرين على مستوى محافظات الجمهوريه كلهم، ودايما الشباب الصعيد او مثلا في الفيوم حتى، كل ده الناس دي بتيجي للقاهره عشان تجد فرص عمل، ويعني محافظاتها بتبقى محرومه من التنميه. عاوزين نوصل لهم، وحضرتك قلت ان الموضوع يعني عاوز يروح للاماكن اللي هي الاقل حظا. هل في بدايه من الصعيد؟ هل في بدايه من سيناء، من الاطراف اللي احنا دايما بنقولها محرومه من التنميه وعايزه انها تشارك في تنميه البلد وتنمي نفسها؟ صحيح، احنا حنيه دلوقتي، يمكن احنا اول ما اطلقنا كده الصفحه الاولى بس من الموقع الالكتروني، احنا عندنا اكثر من 300 دخول على الموقع بس، اللي يعني طبعا في فضول كبير قوي عند الشباب وعند كافه الشركاء النجاح واطياف المجتمع. احنا هنبدا كمان على التوازي مع التواصل مع الشباب من خلال الموقع ومن خلال الفريق العمل الاحترافي اللي احنا بنكونه دلوقتي، يبقى في عندنا مؤتمرات في كافه المحافظات ان شاء الله. المؤتمرات هنبدا بالمحافظات الابعد من المركز، يعني هنبدا بالصعيد، هنبدا من المناطق اللي فيها يعني حجم بطاله لا باس به وعاوزين نتواصل معاه، فده هيبقى من خلال تواصل، من خلال احنا هنروح لهم، هنتواصل طبعا من خلال المجتمع المحلي، هنتواصل مع الشباب في المحافظات، هنتواصل مع رجال الاعمال اللي موجودين في المحافظات نفسها، مع المحافظين. انا برضو المحافظ هنا دوره هو داعم وميسر وليس مزاحم لاي عمليه، فده الهدف. احنا هنروح لهم وفي نفس الوقت هنتيح لهم فرصه ان هو يتواصل معنا من خلال مقرنا ومن خلال الموقع الالكتروني. واعتقد ان الشباب كله دلوقتي بقى ما شاء الله عنده ثقافه صحيح الكترونيه عاليه جدا. في نص دقيقه عاصم بيه، هتوجه رساله للشباب، هتقول لهم ايه؟ والتحرك والاطمئنان، لانه اي حاجه فيها الدوله ما زالت بتوصل لعمليه الاطمئنان عند الناس وعند الشباب تحديدا. يعني انا هقول احنا اول حاجه بقول للشباب ان الشغل بيجيب شغل، فيعني اول حاجه ما ينفعش تقعد في بيتك وتنتظر الشغلانه اللي انت مستهدفها، لا، الشغل بيجيب شغل دايما. احنا يمكن شعار الشركه يلا نشتغل، فده نمره واحد. نمره اتنين، انا بقول لهم يا جماعه احنا بناخد احسن ما في الحكومه وبنشتغل بطريقه محترفه من خلال القطاع الخاص، هو راس الحربه في كل شغلنا، لان هم دول اهل الخبره وهم دول اللي هيساعدوا في تنميه الاقتصاد بصفه عامه، وهيمتصوا او يمكن هيعالجوا المشاكل الاجتماعيه اللي عندنا. بس بقول لهم يا جماعه تعالوا لنا، قربوا لنا اكتر، واحنا كمان وتعالوا لنا بصدر، يعني الحقيقه بصدر وثقافه عمل، وده اللي احنا بنحاول نقوله دايما. واحنا في نفس الوقت برضو احنا هنروح لكم لحد عندكم ان شاء الله، نتواصل معاكم وان شاء الله هتبقوا معانا في كل الفترات اللي جايه ان شاء الله. توفيق عاصم بيه، ونشكرك ونتمنى ان يكون في شركات مثيله زي شركات حضراتكم كتير، وبتشارك الدوله في عمليات التنميه. بشكر شكرا جزيلا للاستاذ عاصم رجب، احد مؤسسي شركه ايادي والرئيس الاسبق لهيئه الاستثمار. شكرا جزيلا لوجودك في 10 الصبح. شكرا لحضرتك. واذا كنا بنتكلم عن الشباب واهميته واهميه استغلال طاقتهم في خدمه وبناء المجتمع، فالشباب دول كانوا في يوم من الايام اطفال، فلازم نبتدي من البدايه خالص. الفقره اللي جايه هتكون مع الاطفال اللي خلاص بقوا معتمدين اعتماد كلي على وسائل التكنولوجيا الحديثه في التربيه وفي التعليم وفي كل شيء في الدنيا، ووسائل التنميه الحديثه دي اللي هي التكنولوجيه بتنقل لهم قدر كبير جدا من العنف أكثر من القدر الكبير من القيم والأهداف. إزاي قصص الأطفال وإزاي لعب الأطفال وكل شيء موجه للأطفال يكون من أجل تنمية الأطفال وتنمية مهاراتهم
وخلق نازع الخير اكثر من نازع الشر عندهم. ده اللي هنعرفه من خلال الحلقه الجايه مع الاستاذه ايمان جانو، مدرسه ومؤلفه الاطفال.